السلام على سيدنا رسول الله. تأتي هذه الندوة الولائية ختاما لسلسلة من الندوات الولائية التي كانت تنظم في مراكز التدريب العشرة بمختلف دوائر الولاية، والتي كانت متزامنة مع الدروس اليومية بالمساجد، مساجد الولاية بين المغرب والعشاء، التي كانت تتكلم عن أحكام الفقهية للحج وأخلاق الحاج وغيرها من الأمور. كانت هناك يعني كما تعلمون أكثر من شهر مراكز تدريبية تطبيقية للحجاج، والآن هذه الندوة الختامية تأتي كيوم إعلامي وتوجيهي وتطبيقي أيضا تحت إشراف ورعاية السيد والي الولاية السيد محمد المؤمن، وبحضور جميع القطاعات والفاعلة والشريكة التي لها علاقة مباشرة بالحج، كالصحة والحماية المدنية ومصالح الأمن والخطوط الجوية والنقل والسياحة، وكذلك مجموعة من المديريات كمديرية التقنين والشؤون العامة، كما قلنا الإذاعة أيضا الفاعل الرئيسي والتي كانت ترافق هذه المراكز التدريبية، إضافة إلى حضور الأسرة الطورية ممثلة في السيد الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين الحاج مختار حفظه الله، إضافة إلى ديوان الأسفار وفي بفرع تموشنت وأصحاب الوكالات غرب تور ووكالة سقلي وأمن الولاية ورؤساء مكاتب الحج في البلديات عن طريق يعني السادة رؤساء البلديات، يعني رؤساء مكاتب الحج على مستوى البلديات. هذا اليوم الإعلامي التحسيسي سوف يكون فيه يعني توجيهات إدارية لمختلف القطاعات الفاعلة، مباشرة يكون الحجاج مباشرة مع هؤلاء، وحتى بنك الجزائر وغيره من المؤسسات الفاعلة، وستكون هناك يعني تدريب تطبيقية، إضافة إلى توجيهات إدارية من كل مختص يعني في مجاله. طبعا ككل سنة تنظم هذه الندوة أو هذا اليوم الإعلامي التوجيهي، والذي ما يميزه هذه السنة الحضور الكبير والفعال لمختلف الحاجات والحجاج بمختلف البلدية والدوائر البعيدة والقريبة، وما شكل لنا حقيقة في مسجد أسامة بن زيد يعني عرسا ثقافيا ومهرجانا دينيا، واختلطت فيه العبر بالعبرات، اختلطت فيه العبرات بأهازيج الفرح والسرور، وكأننا أمام الكعبة المشرفة حقيقة وأمام قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.